الجزائر العاصمة، المدينة النابضة بالحياة، تمتاز بمزيج فريد من الحداثة والتقاليد. تتكاثر فيها المتاجر الكبرى التي تستقطب يومياً الآلاف من الأشخاص الباحثين عن مجموعة متنوعة من المنتجات. من بين هذه المتاجر يبرز متجر فورويكس كواحد من أكثر الأماكن شهرة بفضل خدماته الراقية وتنوع منتجاته. يقع فورويكس في قلب العاصمة الجزائرية، وقد أصبح خلال أسابيع قليله وجهة رئيسية لسكان المدينة الذين يرغبون في التسوق في بيئة حديثة ومريحة. منذ لحظة وصولي إلى فورويكس انبهرت بتصميم المبنى العصري. الواجهة الزجاجية الكبيرة والإنارة الأنيقة تعطي انطباعا بالفخامة والرقي. ساحة الانتظار الواسعة والمنظمة تسمح بسهولة الوصول حتى في أوقات الذروة. عند المدخل كان هناك حراس أمن يحرصون على تنظيم دخول وخروج العملاء بسلاسة وأمان. عند دخولي لفت نظري المساحة الواسعة وتوزيع الأقسام بشكل مريح ومنظم. الأجواء هنا بعيدة عن الازدحام والفوضى التي يمكن أن تجدها في بعض المتاجر الأخرى. رائحة النظافة والإضاءة الجيدة تخلق إحساساً بالراحة. كان أول قسم زرته هو قسم المنتجات الطازجة. كان من الواضح أن هناك اهتماماً كبيراً بالجودة. الفواكه والخضروات معروضة بشكل أنيق وتبدو وكأنها قطفت للتو من الحقل. كل صنف يحمل معلومات واضحة عن مصدره، مما يوفر للعملاء الطمأنينة حول جودة المنتجات. قسم اللحوم ومنتجات الألبان كان أيضاً منظماً بطريقة مثيرة للإعجاب، مع مجموعة واسعة من اللحوم المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى تشكيلة رائعة من الأجبان والألبان. إلى جانب المنتجات الغذائية، يحتوي فورويكس على قسم التكنولوجيا، حيث يمكن العثور على أحدث الأجهزة الإلكترونية. الموظفون في هذا القسم دائماً على استعداد لتقديم النصائح والإرشادات. ما يميز فورويكس هو الخدمة الممتازة التي يقدمها. الموظفون في كل قسم متعاونون، والكاشيرات يضمنون سلاسة وسرعة الدفع. كما يوفر المتجر أكشاك لتسهيل تجربة التسوق. بالإضافة إلى ذلك، يوفر فورويكس منطقة مطاعم حيث يمكن للعملاء الاستراحة وتناول وجبة خفيفة مع إطوالة رائعة على مدينة الجزائر. اختصار، كانت زيارتي إلى فورويكس في الجزائر تجربة رائعة. يوفر المتجر بيئة تسوق ممتعة تجمع بين الحداثة والتراث الجزائري، وهو مكان مثالي لتلبية جميع الاحتياجات اليومية. منذ لحظة وصولي إلى فورويكس انبهرت بتصميم المبنى العصري. الواجهة الزجاجية الكبيرة والإنارة الأنيقة تعطي انطباعاً بالفخامة والرقي. ساحة الانتظار الواسعة والمنظمة تسمح بسهولة الوصول حتى في أوقات الذروة. عند المدخل كان هناك حراس أمن يحرصون على تنظيم دخول وخروج العملاء بسلاسة وأمان. عند دخولي لفت نظري المساحة الواسعة وتوزيع الأقسام بشكل مريح ومنظم. الأجواء هنا بعيدة عن الازدحام والفوضى التي يمكن أن تجدها في بعض المتاجر الأخرى. رائحة النظافة والإضاءة الجيدة تخلق إحساساً بالراحة. كان أول قسم زرته هو قسم المنتجات الطازجة. كان من الواضح أن هناك اهتماماً كبيراً بالجودة. الفواكه والخضروات معروضة بشكل أنيق وتبدو وكأنها قطفت للتو من الحقل. كل صنف يحمل معلومات واضحة عن مصدره، مما يوفر للعملاء الطمأنينة حول جودة المنتجات. قسم اللحوم ومنتجات الألبان كان أيضاً منظماً بطريقة مثيرة للإعجاب، مع مجموعة واسعة من اللحوم المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى تشكيلة رائعة من الأجبان والألبان. إلى جانب المنتجات الغذائية، يحتوي فورويكس على قسم التكنولوجيا، حيث يمكن العثور على أحدث الأجهزة الإلكترونية. الموظفون في هذا القسم دائماً على استعداد لتقديم النصائح والإرشادات.
ما يميز فورويكس هو الخدمة الممتازة التي يقدمها. الموظفون في كل قسم متعاونون، والكاشيرات يضمنون سلاسة وسرعة الدفع. كما يوفر المتجر أكشاك لتسهيل تجربة التسوق. بالإضافة إلى ذلك، يوفر فورويكس منطقة مطاعم حيث يمكن للعملاء الاستراحة وتناول وجبة خفيفة مع إطلالة رائعة على مدينة الجزائر. ما يميز فورويكس هو الخدمة الممتازة التي يقدمها. الموظفون في كل قسم متعاونون، والكاشيرات يضمنون سلاسة وسرعة الدفع. كما يوفر المتجر أكشاك لتسهيل تجربة التسوق. بالإضافة إلى ذلك، يوفر فورويكس منطقة مطاعم حيث يمكن للعملاء الاستراحة وتناول وجبة خفيفة مع إطلالة رائعة على مدينة الجزائر. اختصار، كانت زيارتي إلى فورويكس في الجزائر تجربة رائعة. يوفر المتجر بيئة تسوق ممتعة تجمع بين الحداثة والتراث الجزائري، وهو مكان مثالي لتلبية جميع الاحتياجات اليومية. اختصار، كانت زيارتي إلى فورويكس في الجزائر تجربة رائعة. يوفر المتجر بيئة تسوق ممتعة تجمع بين الحداثة والتراث الجزائري، وهو مكان مثالي لتلبية جميع الاحتياجات اليومية.